مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر ينضم إلينا الآن أستاذ صلاح مغوري رئيس قسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، بداية أرحب بك في هذه الجولة الإخبارية. يعني بالنظر إلى هذا الاهتمام الكبير الذي لطالما أولته مصر للقضية الفلسطينية، اليوم برعاية سيادة الرئيس هذا الحوار الفلسطيني، أهمية الدور المصري اليوم ومد هذه اليد لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية؟ نعم، كما تفضلت، الدور المصري فاعل في القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية التي تهم القيادة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أرسل رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل منذ فترة إلى حيث التقى الرئيس الفلسطيني أبو مازن، ودعا إلى ضرورة إجراء حوار فلسطيني فلسطيني للخروج من المأزق الفلسطيني، تمهيدا لإجراء حوار مع بهدف يعني إحلال الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. أولا، الحوار الفلسطيني اليوم شارك فيه اليوم 14 فصيلا فلسطينيا، إضافة إلى العديد من الأطياف المستقلة في هذا الحوار الذي يعني يحظى بأهمية مطلقة ويحظى باحتضان من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانب القيادة المصرية. كانت القيادة المصرية يعني مهدت لهذا الحوار بإرسال كما أشرت الوزير عباس كامل إلى الضفة الغربية، حيث التقى الرئيس محمود عباس الذي أعلن خلال الشهر الماضي عن إجراء الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 22 مايو المقبل، وإجراء انتخابات رئاسية أيضا في 31 يوليو، على أن يتم استكمال بعد ذلك المجلس الوطني الفلسطيني في نهاية شهر أغسطس المقبل. هذا من شأنه أن يحافظ على اللحمة الفلسطينية وأن يمهد لإجراء مصالحة فلسطينية فلسطينية، وهي الأساس لإجراء أي حوار حتى تكون الجبهة الفلسطينية الداخلية متماسكة أمام أي حوار قد يجرى، تمهيدا لحصول الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. فمصر دائما وأبدا ما تدعم القضية الفلسطينية وحريصة على أن يستكمل الحوار الفلسطيني حتى يحصل الشعب الفلسطيني على مكتسبات حقيقية وحتى يحصل على حقوقه المشروعة وفقا للمقررات الدولية والمقررات الإقليمية ومقررات الجامعة العربية أيضا. طيب أستاذ صلاح، يعني مصر دائما ما وقفت على مسافة واحدة من كل الفرقاء في فلسطين، في رأيك كيف عزز هذا أيضا من الدور المصري ونيل الثقة من كافة الفرقاء لتلعب اليوم مصر دور الوساطة في هذه التسوية؟ بالفعل، مصر دائما كانت محل ترحيب من كافة الأطياف الفلسطينية، لأن مصر أجندتها وطنية وعربية واضحة. الأجندة المصرية ليست وراءها أطماع أو مطامع كشأن الأجندات التي تحاول التدخل في الشأن الفلسطيني وغيرها من القضايا العربية. مصر باعتبارها الأم الكبرى والشقيقة الكبرى لكافة شعوب المنطقة، دائما ما تسعى إلى استقرار هذه المنطقة، خاصة أن الشأن الفلسطيني كما يعلم جميع المشاهدين، مصر دفعت أكثر من 120 ألف شهيد في دعمها للقضية الفلسطينية بدءا من حروب 48 حتى حرب 73. هؤلاء الشهداء لهم علينا حق ولهم على الأمة العربية حق، لأنهم دفعوا دماءهم ثمنا للقضية الفلسطينية. فمسألة أن تدعم مصر الشعب الفلسطيني ليس وراءها أي أجندة أو أي مصالح من أي نوع، سوى الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني والحفاظ على الحقوق المشروعة للإخوة الفلسطينيين. فكان الدور المصري دائما محل ترحيب من كافة الأطياف الفلسطينية، لأنهم يعلمون تماما الدور المصري وأنه قدم هؤلاء الشهداء دعما للقضية العربية المشروعة. أيضا مصر دائما وأبدا في المحافل الدولية ما تدعم القضية الفلسطينية وحريصة على احتضان يعني الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وكافة أطيافه، وهي كانت الحاضنة الكبرى لمنظمة التحرير الفلسطينية عندما أنشئت، ومن يعني خلف منظمة التحرير الفلسطينية يشارك كل أطياف الشعب الفلسطيني وكل الفصائل الفلسطينية. فمصر دعمت الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما أنشأ منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الداعم الرئيسي لمعظم حركات التحرر في المنطقة. أيضا الأجندة الفلسطينية يجب أن تبنى على هذا الدعم، لأنه الأطياف الإقليمية والدولية التي تسعى
الى فرض اجندتها الخاصه للحصول على مكتسبات جراء هذه القضيه. الهدف الوحيد لهذه التكوينات او هذه الدول كان لا يعد هدفا للحفاظ على وحده الشعب الفلسطيني، لكن المصالح المصريه متشعبه ومتداخله مع مصالح الشعب الفلسطيني باعتبار ان القضيه الفلسطينيه هي لوح اهتمام القياده المصريه. استاذ صلاح، اعتذر للمقاطعه، ننوه مشاهدينا الى هذا النبأ العاجل الذي وردنا الان، حيث انطلقت اعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهره بمشاركه مختلف الفصائل برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاهدينا، وردنا هذا الخبر العاجل، حيث انطلقت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة مختلف الفصائل برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعود إليك من جديد أستاذ صلاح، طيب بالنظر يعني إلى هذا الخبر الذي وردنا الآن وبرعاية سيادة الرئيس هذا الحوار الفلسطيني، ما مدى أهمية أن تكون مصر هي الحاضنة لهذا الحوار؟ هو كما أشرت أنه مصالح الشعب الفلسطيني يجب أن تتبلور أولا من انطلاق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي دعمتها مصر منذ الوهلة الأولى. فاليوم يشارك 14 فصيلا فلسطينيا في هذا الحوار الوطني الى جانب يعني الاطياف المستقله. هؤلاء سبق لهم ان وقعوا على اتفاق المصالحه في القاهره في العام 2011. هذا الحوار من شأنه ان يعني يزيل الانقسام الفلسطيني بين الحركات المتصارعه داخل الساحه الفلسطينيه والذي نجم عن استخدام السلاح في قطاع غزه تحديدا، وادى الى شلل المؤسسات الوطنيه الفلسطينيه وعدم اجراء انتخابات اخرى في مواعيدها، وجرت الانتخابات السابقه منذ فتره طويله، وانقضاء المسافات او المساحات التي كانت موجوده فاقم منها الاوضاع في الساحه الداخليه. فمساله انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني باحتضان من جانب القياده السياسيه في مصر، اعتقد ان من شانه ان يوحد رؤيه الفلسطينيين في اتجاه هدف اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه. أيضا يمهد هذا التصالح أو هذه المصالحة لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ العام 2006، وكذلك انتخابات رئاسية. كما تعلمين أن آخر انتخابات رئاسية كانت أجريت في الداخل الفلسطيني في عام 2005، وينتظر العالم بأسره هذا الحوار باعتباره الخطوة الممهدة لإجراء المفاوضات النهائية حول الوضع الدائم للقيادة الفلسطينية والدولة الفلسطينية التي نطمح جميعا في إقامتها خلال المستقبل المنظور. طيب أستاذ صلاح، مصر دولة كبرى اليوم، هي تولي اهتماما بهذه بالقضية الفلسطينية، تكون حاضنة لهذا الحوار برعاية سيادة الرئيس، ما أهمية أيضا هذا الدور المصري في إرساء شكل لتسوية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية؟ الدور المصري فاعل باعتبار مصر هي قوة إقليمية مشهود لها بالنجاح في كافة القضايا التي تبنت أو تولت يعني احتضانها منذ فترة قصيرة. كانت الغردقة احتضنت أيضا الحوار الليبي بهدف يعني نزع فتيل الأزمة بين الأشقاء في ليبيا. أيضا الأسبوع الماضي شهدت القاهرة استضافة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يمهد لإطلاق الحكومة اللبنانية الجديدة بهدف يعني إخراج لبنان من الأزمة الداخلية التي يمر بها. فمصر باعتبارها الشقيقة الكبرى لكافة الدول العربية لا تألو جهدا في احتضان المساعي التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار واستتباب الأمن في ربوع المنطقة العربية. وأيضا اليوم تحتضن الإخوة الأشقاء الفلسطينيين في ربحها ب يعني مساهمة فاعلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى بكل ما يستطيعه إلى يعني إخراج القضية الفلسطينية من أزمتها الداخلية. فمصر دائما وأبدا ما تسعى إلى استقرار دول المنطقة، وتحاول بكل ما تستطيع من قوة لأنها على علاقة وثيقة بكافة الأطياف التي قد تختلف داخل دولها، لكنها متفقة على أهمية الدور المصري باعتبار أن مصر
هي الراعي الأكبر والشقيقة الكبرى لمعظم الدول العربية، وهي التي تحتضن معظم القضايا الفلسطينية، وفيها جامعة الدول العربية التي تحتضن مبناها في القاهرة. فمصر تسعى دوما إلى أن تحقق مصالح الشعوب العربية وشعوب المنطقة دون أي غرض أو أي هدف، باستثناء استقرار هذه المنطقة وتحقيق أهداف شعوبها ومتطلباتها. وهو دائما الهدف الذي تربو إليه مصر من خلال التعامل مع عدد كبير من قضايا دول الشقيقة. أستاذ صلاح مغاوري، رئيس قسم الأخبار بوكالة أنباء شرق الأوسط، أشكره جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف.